بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفر تسالي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، او النهارده هتبقى حلقه تزيين. وزي ما وعدتكم النهارده ان شاء الله هنعمل التشيز كيك المخبوزه بتكه جديده. ولما كنت في المانيا الاسبوع اللي فات لقيت او دقت طبعا تشيز كيك هناك عند حد معروف جدا بيعمل تشيز كيك حلو قوي، فدقت هناك عنده التشيز كيك وعرفت منه بيعملها بطريقه مختلفه، فانا اخدت منه الحاجه المختلفه وظبطتها على الحشوه بتاعتي بس كده، عشان ايه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، لان حشوتي بصراحه كانت عجباني اكتر بس ما رضيتش اقول له. بس هي الارضيه بتاعته كانت فكره جديده فقلت لازم اطبقها معاكم. تمام. هي هتبقى التشيز كيك المخبوزه، وان شاء الله هيكون معانا ضيف التزيين هتقدم لنا برضو تورته جميله جدا جدا باذن الله. طيب هقول لكم على المقادير. احنا معانا للارضيه 250 جرام دقيق، 125 جرام زبده طريه او بارده حسب ما احنا هنعمل، سواء هنضربها في بوله يبقى الزبده الطريه الاول مع السكر وبعدين البيضه والكلام ده كله تبقى طريه، لكن لو احنا هنضرب الاول الدقيق والزبده مع بعض يبقى ساعتها ايه تبقى الزبده ساقعه. خلاص، يبقى عندنا 250 جرام دقيق، عندنا 125 جرام زبده طريه او ساقعه، 100 جرام سكر ناعم، بيضه، فانيليا، رشه ملح، ونص معلقه بيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومه قوي. معانا للحشوه 750 جرام لبنه او كريم تشيز، لبنه اللي هي مش الحامضه اللي هي زي الجبنه المربعات، 750 جرام كريمه خفق اللي هي كريمه اللباني الطازه او كريمه الحلويات اللي في الثلاجات. معانا 150 جرام سكر يعني 3 ارباع كوبايه، معانا ويا ريت يكون ناعم مش خشن، معانا ربع كوبايه زبده سائله يعني 50 جرام، معانا 4 بيضات، 7 معالق كبار نشا. وانتوا تشوفوا تجربوا اول مره وتشوفوا تماسكها عجبكم ولا لا، انتوا بتظبطوا بتقللوا النشا او بتزودوا النشا حسب رغبه كل حد، النشا بتمسك معانا فكل حد حسب رغبته بيحب مسكنها ازاي. معانا معلقه صغيره فانيليا سايله وبشر ليمون وعصير ليمونه، مش بيبانوا قوي لكن بيدوا طعم خلفي حلو قوي قوي. بس كده للزينه زي ما تحبوا، يعني المطعم اللي انا روحته في المانيا كانت الزينه بتاعته بيرش سكر البودره على التشيز كيك بس ويقدمها، فحسب ما تحبوا. تمام، هنعمل اول حاجه الارضيه. للارضيه بما ان الزبده بقى هنا طريه معايا هحط الزبده الاول مع السكر والفانيليا والايه والبيض. والفانيليا والسكر بس مش هاخد كميه كامله علشان انا عندي المحضرة طعم صغيرة شوية. نضرب الأول سكر والزبدة حطيت معاها البيضه، هحط بقى معاها دلوقتي رشه الملح ما ننساش، ونحط الدقيق والبيكنج باودر لغايه ما تتحول معايا لكوره، هي ضربه تلم معايا مش اكتر من كده. تمام، شايفين اهي هي بتلم على بعض، انا مش عايزاها بقى ايه تتضرب جامد عشان تعمليش عرق، فهي دوبك تلم على بعض زي ما احنا شايفين كده، وبنقدر ان احنا على طول نكورها. هوريكم بقى دلوقتي. انا ما عنديش جوانتيات هنا. طيب هدي ده، خلي بقى جوانتيات عشان اعرف بس امسكها. المهم احنا بعد كده بنلمها على بعض ونفردها ما بين كيسين نايلون بالشكل ده.
تمام، بنلمها بس على بعض، ممكن تسيبها ترتاح شويه وبعدين بن ايه بن بنفردها ما بين كيسين نايلون. بنجيب بقى قالب الكيك، ونبتدي ان احنا نسكنها جواها. دي المفروض انها، هوريكم بس هنعمل ايه علشان ممكن تتقطع مننا. انتوا ممكن تاخدوها كده زي ما هي، حسب بس هي هتتقطع معانا ولا لا. اه هتتقطع. هنعمل ايه بقى؟ هناخد بالشكل ده خلاص، وبقطع الشكل اللي هو المدور اللي معايا. ببتدي ده بقى ان انا معانا جودي. اهلا اهلا. عايزه اعرف طريقه الكب كيك. طيب يا حبيبتي، حاضر، اهلا بيك يا حبيبتي، شكرا على المكالمه. تمام، بصوا بقى انا بروح منزلاها بالطريقه دي. يهمني دلوقتي ان الحته اللي هي في النص تنزل صح، زي ما احنا ايه عملنا كده، ان انا بسكنها بالطريقه دي. تمام، ببتدي بقى اجيب الطرف بسهوله جدا واروح مسكناه برضو واحده واحده. هي العجينه شويه بتبقى ايه يعني شويه بتفرفت معانا، ده عادي عشان ده ارضيه زي بسكوت او تارت، ارضيه تارت معانا، فبتبقى كده في الاول شكلها مبقاش حلو، بس بعد كده بنجمعها عادي جدا وبتتظبط معانا. خلاص هوريكم شكلها بقى لما تخلص. لازم تبقى عاليه معانا علشان تستحمل معانا الحشوه. بنفضل كله نلبسه كده جنب بعض لغايه ما اقفل الاطراف بتاعتها. متقلقوش من العلو، بعد كده بظبطها. هي لازم تبقى كده كده عاليه علشان الحشوه، هتشوفوا بعدين لما هقطعها هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام، زيادة مش مشكلة. وبعدين بشيل بقى بحيث ان الشكل يبقى حلو معايا. متبقاش حتة مثلا رفيعة زيادة، رقيقة زيادة، يعني يبقى كله تقريبا قد بعض كده. وبعدين بنظبطها بمعلقة بسهولة جدا بتتظبط. في الاخر بتدينا شكل حلو قوي هتشوفوه. لحظة بس، شيل بس الزيادة ده اللي وقع معانا من الاول. كله في الاخر هيبقى شكله نظيف وحلو جدا، ولا كأن ايه. حاولت الاقي اي تكنيك يظبطه معايا من غير ما نقعد نعمل كده، بس مفيش، يعني هي لازم كده، ملهاش حاجة تانية بصراحة. حاولت. حسب برضو مقاس القالب معاكم، لو اتبقى معاكم من العجينة ممكن تسيبوها على جنب تعملوها زي ايه، زي حتت بسكوت، يعني تعملوها اشكال. طيب مش بايدي بقى، هعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما سكنتها؟ هنجيب معلقه وابتدي ان انا هروح مسكنه كويس جدا لفه كده بالمعلقه. مبدئيا الارضيه، اطمن الارضيه كلها سكنت معايا صح، وبنضغط في الاطراف علشان الاطراف دي يهمني ايه انها تكون داخله لجوه، ما يكونش في حته فجاه في الطرف كده عجينه سميكه جدا معايا. ببتدي بقى اعمل كده بالمعلقه، هتسوي لي كله. بصوا مش هيبان طبعات الايد خالص بالمعلقه. ما
بساوي كله كويس جدا زي كأني بعمل تارت، بس دي اصعب شوية من التارت عشان اطرافها عالية، مش زي التارت كده صغيرة فسهل التحكم فيها، لا دي عالية، فعشان كده ده الطريقة الوحيدة اللي ممكن نسكن بيها العجينة. معانا نور. الو، اهلا اهلا، ازيك؟ ازيك انا بحبك حبيبتي، اهلا بيكي. عامله ايه؟ انا عايزه اعرف طريقه البيت. حاضر كويس، حاضر يا حبيبتي، شكرا. تمام، ببتدي بقى الف بالطريقه دي واسحب الزياده اللي معايا كده، بصوا اهو اسهل كمان من السكينه، بحيث اخلي شكلها كله متساوي معايا، مش عايزه شكل يبقى ايه طالع ونازل وطالع ونازل، لا لازم يبقى شكلها حلو. اهو شايفين نظافة جدا، ولا باين في الاخر اللي كان حاصل في الاول، بس كده تمام. تمام جدا جدا، نبتدي بقى نلم الزيادة دي، ودي هيتعمل بيها في الاخر زي ما قلت، لو عايزين تعملوا بيها تارت صغنن خالص، لو عايزين تعمليها تعملوا بيها بسكوت بقطعة البسكوت ينفع، مفيش اي مشكلة، حتة صغيرة خالص فمش هتعمل مشكلة. تمام كده الأرضية جاهزة. في ناس يدخلوها الأول تتشمع في الفرن تشميعة سريعة، أنا مش هشمعها، أنا هعمل إيه بقى؟ هجهز على طول الإيه الحشوة، بس عايزة أوريكوا اللي إحنا عملناها دلوقتي مع بعض عشان الجوانتيات أهي، فأقدر أوريكوا، هوريكوا دلوقتي بإيد واحدة، إحنا يا دوبك بنلمها بحيث انها تبقى معانا بالمقادير الصح. طبعا المقادير اللي انا قلت لكم عليها بالظبط لو مشيتوا عليها تبقى مظبوطه معاكم جدا. خلاص اهي بتبقى كده، وبنفردها ما بين كيسين النايلون زي ما شفنا الفرده اللي احنا شفناها. خلاص تمام. طيب احنا معانا بقى دلوقتي الحشوه، الحشوه انا هسيح بقى الزبده دي عشان الزبده دي لازم تكون سايحه، ما ينفعش انها تكون معانا بالشكل ده، لان لو هي كده هتخش حتت جوه التشيز كيك وده مش عايزينه، فهي لازم تكون سايحه معانا، فمبدئيا على نار هاديه كده سيحها. ودي سر من اسرار حتت في المانيا كتير بيعملوها كده، بيحطوا شويه زبده جوه الوصفه جوه التشيز كيك بتخليها تجنن. خلاص نجيب بعد كده بقى، مش هنجيب بوله، هنجيب العجان احسن، نجيب العجان احسن. هنبتدي نحط بقى كل المقادير فيها. هنحط اول حاجة، انا بحط الحاجات الماسكة يعني اللبنة الاول بفكها بالسكر، لو ما عندكوش لبنة دي وعندكم جبنة المربعات تمام، لو عندكم كريم تشيز يكون احسن واحسن، مش دايما بيبقى موجود. في المانيا بقى بيستخدموا ايه؟ في المانيا بيستخدموا حاجة اسمها كفاك، كفاك ده اتقل من الزبادي واتقل من اللبنة كمان، يبقى اتقل. تمام هحط بقى دلوقتي السكر وهنضرب عشان نفكها شويه. هنبتدي نحط فيها بعد ما فكينا، هنحط فيها بقى دلوقتي الكريمه اللباني. هبتدي احط فيها البيض، اربع بيضات،
هحط فيها النشا 7 معالق، انتوا حسب ما بتحبوا، ما ماسكه نفسها قوي ولا لا، سايبه شويه حسب ما بتحبوا، تبقى معلقه مليانه او معلقه ممسوحه. المقياس بيبقى بعد ما التشيز كيك بتخش الفرن وتطلع وتسقع في التلاجة كذا ساعة، بعدها بتشوفوا قوامها. ما ينفعش من الفرن، ما ينفعش وهي سخنة، لازم تسقع خالص عشان تقدروا تحكموا على قوامها. بنحط بعد كده عصير الليمون، بشر الليمون مش لازم تحطوه لو مش حابين، لو بشر الليمون مش لازم لو مش حابين، تمام. اخر حاجة بقى هنحطها الزبدة، نكون بس اتأكدنا ان كل حاجة تجانست، شايفين بس هفك الاطراف عشان ما يبقاش في اي حاجة لازقة في الاطراف معانا. طيب للفرن بقى فيه طريقتين، في يا اما هدخلها على صينية يا اما هدخلها بان ماري، اوكي بان ماري. طيب لو احنا عملناها في حمام مائي يبقى لازم ان احنا دي ندخلها الاول الارضيه تتشمع معانا، لو احنا ندخلها على حمام مائي يبقى لازم الاول ندخلها تتشمع الاول قبل ما نحط فيها الحشوه، لكن لو احنا هندخلها على طول على الصينيه زي ما هعمل معاكم خلاص يبقى مش محتاجين ان احنا نشمعها الاول ومش محتاجين نعملها في حمام مائي. طيب الفرق ايه؟ الفرق بس انها هتطلع بشرخ او من غير شرخ. الشرخ مش مشكله بس هيوفر كتير في الوقت. ننزل بقى نكمل ضرب وننزل فيها الزبده. خلاص الزبده قربت تسيح معانا عشان دي اخر حاجه هندخلها. تمام جدا كده نطفي ونبتدي بقى ان احنا نحط ده وهي بتتضرب علشان ما نلاقيش الزبده عملت حتت في وسط ال، تمام، وهي بتلف كده. تمام هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد ده ونحطه دلوقتي في قالب الأرضية ويخش الفرن على 180 درجة لمدة قد ايه؟ لمدة تقريبا ساعة لساعة ونص حسب الفرن بتاعكم. خلاص شايفين انا وصلت لفين؟ اهو انا كده تقريبا وصلت الحز الايه العجينة. اهم حاجة ما نعديش خالص، يعني تبقى كده بس عشان اللي هي هتنفش معانا لسه في الفرن. هنفتح بقى كده الفرن وندخلها فيها، بس يفضل ندخلها على صينيه. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، ودلوقتي حان وقت ان احنا نطلع التشيز كيك من القالب. اهم حاجه بس عايزه اراجع معاكم ضروري ان الفرن بياخد وقت وعلى نار هاديه بنسيبه في الفرن، يعني ممكن ياخد جدا معانا لساعه ونص، بياخد وقت. طيب نعرف منين انه استوى معانا؟ احنا بنروح هزين كده وهي في الفرن، لو هي في النص لسه سائله خالص اوكي وانا بهز، يعني انا هوريكم ده بشكل قدام عينينا كده عشان نبقى شايفين. تعالوا كده على الفرن، هفتح ولقيت وانا بهز بقى كده، بصوا سايله ازاي، ميه اهو، مش هنطلعها بقى كده، يبقى كده ما استوتش. لو اطرافها ماسكه وفي النص لسه ميه برضو، لا برضو يبقى هنستنى.
لازم تبقى الهزة لما هزها تبقى سائلة شوية بس زي البودنج كده، مش سايلة خالص، مش مية، لا بودنج، عاملة زي البودنج شوية. خلاص ساعتها هنروح طافيين الفرن، فاتحين حتة بس كده وسايبينها جوه لغاية ما ايه تخلص مع نفسها بقى. تمام. طيب من الحاجات اللي بتقول انها بتبقى جاهزة خلاص انها بتاخد اللون الذهبي ده في الطرف، تاخد معانا اللون الذهبي ده. طيب انا بحب الطريقة دي اكتر، اللي هي ندخلها على طول من غير حمام مي، من غير بان ماري. ليه؟ لان بتخليلي الارضية مستوية احلى. لما انا كنت عنده هو كان الارضية كنت حاسة شوية لا محتاجة فرن اكتر شوية، بس لو هي قعدت في الفرن اكتر شوية هتخلي الحشوة ماسكة اكتر كتير، مش تبقى حلوة. فعلشان تبقى مظبوطة كطعم احسن انها ايه كلها تستوي والحرارة توصل عالي، بحيث انها ايه تبقى كلها واخدة طعم حلو جدا ولون اللي هو الذهبي. طيب بعد ما بنسيبها خلاص في الفرن وتاخد وقتها، بنطلعها لما تكون خلاص سقعت، بندخلها التلاجة، بنغطيها وندخلها التلاجة لغاية ما تسقع خالص. بعد كده بقى بنبتدي نقد. تمام. بتشوفوا انا عجباني قوامها، لا انا حاساها ناشفه شويه عليا، بنقلل النشا فيما بعد. طب لا انا حاسه انها طريه زياده، هنزود النشا بعد كده. كل واحد ليه مقدار في المعلقه، يعني كل واحد ممكن يحط معلقه مختلفه، هي فيها 7 معالق نشا، الا يحط لي جبلايه نشا، الا يحط لي معلقه ممسوحه، كل واحد مختلف. فانتوا اول مره دي تبقوا عارفين انها تجربه ليكم، وحسب التجربه دي هتظبطوا مقدار النشا في ايديكم بعد كده. تمام. بس كطعم طعمها حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. بفك اطرافها من كده بالشكل ده، بلف بالسكينه حوالين داير، وده انا عملته من شويه واحنا في الفاصل. ابتدي اخدها بقى كده ونبتدي ان احنا نفكها. لو حاسه انها لسه ماسكه في حته ممكن نلف تاني بالسكينه عشان ايه تفك فعليا من كل مكان. تمام. شوف بقى الزيادة ده هنشيله دلوقتي، بيبقى شكلها عامل كده. تمام. نشيل بس الزيادة بسبب السكينة. ونقطعها من جوه ونشوف اخبارها ايه من جوه، وده اللي يهمني. تمام. نجيب طبق بصوا احلى حاجه فيها علوها عاليه وحلوه جدا، احلى حاجه فيها علوها. تمام. نبتدي بقى ان احنا نقطع منها حته. قوامها ان شاء الله يعجبكم جدا وطعمها يعجبكم جدا، مش تحتاجوا تغيروا فيها حاجه. انا معلقه النشا بتاعتي كانت وسط، لا ممسوحه ولا مليان. تمام. هتشوفوا بس القوام عامل ازاي معانا، شايفين عامله ازاي. هوريكم بقى بالشوكه، هنزله بس على الطبق. تشيز كيك الماني بقى. بصوا انا كنت معروفه في المدرسه الالمانيه و ناس تبع السفاره الالمانيه دايما يطلبوا مني، بس انا عمري ما عملتها بالطريقه اللي هي التارت من تحت، دايما اعملها بالبسكوت. انا عايزه بس اوريكم قوامها عامل ازاي. تمام. شايفين لا هي ناشفه قوي ولا هي ايه ولا هي طريه قوي، فيها قوام التحفه ده.
هو ده تشيز كيك الصح. ان شاء الله وصفتي تعجبكم جدا جدا، ان شاء الله بدوقها للالماني وينبهر بيها باذن الله ويغير وصفته ويعمل وصفتي ان شاء الله يا رب. طيب انا عايزه ازينها بقى زينه حلوه كده، علشان ايه؟ هو بصراحه يعني هي مش محتاجه زينه، يعني هي اقصى حاجه عليها سكر بودره يترش عليها وخلاص، سكر بودره يترش عليها وخلاص بس كده. هو بيعملها كان بيقدمها كده، بس هي عاده في المانيا بترش بتتقدم كده، او يتقدم معاها مثلا توت او كريز او اي حاجه بالطريقه دي، حاجه بسيطه جدا تتقدم معاها، او شويه كريمه مخفوقه يعني ممكن نحط، بس في المانيا مش بيحطوها عليها، بيحطوها دايما جنبها. ناخد تليفون. طب معلش حاوي كلمينا تاني. تمام. ففي المانيا عاده في التشيز كيك ما بتتقدمش ابدا الكريمه فوقيها. في حاجه حلوه قوي قوي كمان بقى في بتتعمل في المانيا وجربوها، الوافل، طريقه الوافل خلاص الاصليه اللي انا عملتها معاكم كذا مره. هاتوا بقى كريز اليومين دول على النار بشويه، يا سكر دايت يا سكر عادي حسب انتوا عاملين دايت ولا لا، بس هو وافل كده كده مش دايت خلاص. كريز وسكر وشويه ميه على النار، وبعدين اربطوها بشويه نشا تبقى عامله زي الحشوات، كريز الحشوات. هتعملوا بيه ايه؟ هتحطوه عليه على الوافل وهو سخن والكريز سخن، وعليه بقى بولة ايس كريم، شوية كريمة لباني مخفوقة، حلم فظيع، طعمه رهيب. المحلات الالماني الاصلية هي اللي بتعملها، مش في اي حتة، يعني مش في اي حتة في المانيا، يعني في كافيهات كتير بس الاصلي بتاع المانيا وبيعملوها كده. نعمل بقى حتة الكريمة دي جنبها كده بالطريقة دي. بس بتمنى يا رب تكون عجبتكم التشيز كيك الاصليه المخبوزه على طريقتي وتجربوها وتقولوا لي رايكم. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل، هيكون معانا بقى فقره التزيين اللي انتوا عارفين دايما بيعملوا حاجات عالميه كده، فاشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.